بالنسبة لصيامي شوال، فيت من شوال، نعم، هل هي يعني من المندوب أن صام ورد عن الرسول انتهيت من المندوب أن تصام في مترتبة أم متفرقة يا شيخ؟ للعلماء في ذلك قولان، منهم من قال من صام رمضان ثم أتبعه، فأخذ من لفظة أتبعه أنها تصام بعد العيد، قال هذا الأفضل. ومنهم من رأى أن الأمر واسع، والله أعلم، والأحب والله أعلم، الأحب أن تصام عقب يوم الفطر، والله أعلم.